بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بك اول شيء اخوي احمد، ورحب بالقناه، شكرا لقناه تناصح على نقل هذا الحدث. طبعا هي البطوله قامت يوم 12/4 ابتداء، المجموعات كانت 32 مجموعه 128 لاعب، طبعا شاركوا فيها من جميع مدن ليبيا، من الشرق والغرب ومنطقه الوسطى. وطبعا لعبنا كانت ثلاثة أيام يعني دور المجموعات، ترشحوا منها 64، ونحن حاليا في مرحلة 64. والعامل الوقت كان يعني مؤثر جدا، يعني بحكم أن رمضان فترة قصيرة، يعني قعدنا حتى نتسحروا هنا، ولكن الحمد لله مشت الأمور تمام. وبالنسبة لمستوى اللاعبين بسم الله ما شاء الله، يعني في تحسن كبير يعني بجميع المناطق، يعني منطقة الشرقية ما شاء الله يعني جو نخبة كويسة، منطقة الوسطى وطرابلس برضو حتى هم غني عن التعريف، يعني لاعبين ما شاء الله، وكانت في كامل روح رياضية. شكلنا طبعا لجان، اللجنة الفنية ولجنة التحكيم، طبعا الفئات، طبعا هي عندنا فئة ناشئين، وفئة ناشئين قامت البطولة متاعهم يعني في النهار، يلعبوا في النهار، تو حاليا واصلين في الثماني، يعني بيكون في فئة ناشئين وفي فئة كبار بيطلعوا حوالي 4 أو 5 أنفار مؤهلين، طبعا 4 أو 5 الأوائل حسب التصنيف، المؤهلين للبطولة العربية في السعودية المقامة في شهر 16/5 بإذن الله. إن شاء الله نتمنى من اللاعبين يعني يوفقهم ربي إن شاء الله، ويديروا نتيجة طيبة إن شاء الله في المملكة العربية السعودية. بطولات قادمة، في بطولة مؤهلة لبطولة أفريقيا بإذن الله ستقام في ليبيا هنا، حتى في بطولة يعني تصنيفية لها، وعندنا بطولة مفتوحة إن شاء الله جميع الأعمار بيشاركوا فيها الفترة القادمة، وفي بطولة دولة تونس الله أعلم يعني بالضبط توقيتها، بس بإذن الله في بطولات يعني في البلياردو والسنوكر يعني متكتفة بإذن الله. طبعا والله نتمنى من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية أن هي تهتم بلعبة البلياردو والسنوكر، لأن لها إقبال كبير يعني عند فئة الشباب في ليبيا، ونتمنى يدعموها ويساندوها يعني باش بإذن الله يشرفوا القدام بإذن الله.